السلام عليكم. القصة ديالنا كتبدا بفريد، هو ولد فقير وباه فقر منه، خدام في مصنع. تخرج مؤخرا من الثانوية وحلمو يكمل قرايته، ولكن بسبب الحالة المادية ديال عائلته ما غاديش تسمح ليه يكمل في داكشي اللي بغا. والاب ديالو اقصى طموحه هي ولده حتى هو يخدم في مصنع ويبقى فين كاين باه، تحت شعار تبحر فتبوك لا يغلبوك. فريد معول على راسو، تضرب تمارة في المصنع وكيموت على شي حاجة سميتها البوكس. في واحد الصباح المدرب غيزيد فريد الحلبة باش يطيح مع واحد خونا هارب، ولكن ملي فريد تيموت على البوكس دار كاع اللي في جهده باش ما يتغلبش. بل تار انتباه المدرب ديالو، وفريد في واحد الحاجه اللي خايبه، تراجع وما فنش الخصم ديالو حيت بقى فيه وشفق عليه، وبسبب هادشي فريد غيتغلب في الماتش. ولكن واخا ما ربحش الماتش الا انه جا عنده المدرب والاستاذ من مدرسه نابولا والمسؤول على الخصم اللي طاح مع فريد، وقال ليه راه خاصو يدفع مدرسه نابولا. علاش قال ليه هادشي؟ حيت شاف فريد ناضي في الحلبه وعنده لياقه عاليه. فريد في الاول تردد وما عرفش شنو يدير حيت باه ما غاديش يوافق، ومع ذلك فكر مزيان باللي الا دخل هاد المدرسه غيكون عسكري من النخبه يا عزيزي والفلوس تكون موجوده. غيمشي للمدرسه وداز من طبيب وتاكدوا بلي راه مؤهل ووافقوا عليه، ولكن المشكل هو خاصو يجيب الموافقه ديال باه. مشى للدار وعاود لباه على الموضوع، ولكن باه ما تيحملش النازيه، هو باغي ولده يخدم غير في المصنع، وقال ليه شتي هاد الفكره هادي غحيدها من دماغك. فريد عنده خوه صغير، مشى عنده كان تيعوم وعاود ليه شنو وقع. ملي سالو من العومان غيجيب باهم حتى هو باش يعوم بنفس الماء اللي عام به الدري الصغير باش يوفروا في الماء والله يكون في العوان. وقال ولدو بلي راه غيصيفطو شي برنامج تعليمي الشهر الجاي، هادشي كامل باش ولدو ما يتاخدش شي قرار بالزربه ويندم عليه باللي نعس حدا خوه هو يدعو. وزور السينياتور ديال با على ورقه المدرسه وخلى لهم رساله قراوها في الصباح بلي راه ولدهم شال نابولا. با شعل ملي تعصب غير طردك، غيسحب لك غيتبعو رجعو ولا غادي يسخط عليه؟ لا، قدر كثر من هادشي، مشى هرس ليه البيكالا ديالو. فريد وصل للمدرسه وتلقى ليه الاستاذ ديال الملاكمه وقال ليه نادرا ما تيقبلوا الدراري في تقاعدته، وداه باش يلبس اللبسه الموحده، وداه واحد سميتو كريستوفر الغرفه فين يولي ينعس، وقال ليه القواعد اللي خاص يحترم. فريد لبس اللبسه وتزادت فيه ضلعه وبدا كيفرنس وعجبو الحال. بعد 15 دقيقه نزل للقاعه الكبيره ورحب بهم المدير وعيط لهم بنخبه المستقبل. فريد عجبو الحال وتحمس وقال صافي هذا هو احسن قرار خدا في حياته البائسه. من بعدها طلع لغرفته وتلاقى بدراري اخرين. من بعدها دخل عليهم واحد طالب قديم في المدرسه عياق وحاس براسو ماشي بحال هادو اللي يلا اول عام. غير دخل يوهان تصافو خافو منه ومشى لماريو ديال فريد وقال ليه يقادو ونزل باباه يدير تراكسيون. وملي شاف المدرب وقف يوهان عند حدو وقال ليه غير بشويه على الدري. ملي وصل الليل فريد كسل في ناموسيتو، لكن لاحظ بلي السرير اللي في جنبه خاوي وبدا كيتسائل على الموضوع. وقع معو الحداب اللي راه ما مسموحش لهم يهضروا كاع ملي كيتفضوا. فريد ما جاهش ناس عيا ما يتبرص وناط وطال من الشرجم وشاف طوموبيل دخلات نزل منها واحد وداروا ليه التحيه. في الصباح جاء البريخت ولد الحاكم للمدينه، تقريبا الا ما خفت نكذب بحال ولد العامل. البريخت ما كانش باغي يدخل لهاد المدرسه حيت عزيز عليه يكتب القصص، وعاون فريدي قد ناموسيته ولاو عشران. وجا يوهان قال لهم يتحركوا يخرجوا باش يبداو لونطريمون ويترجلوا. يوهان غيشوف ناموسيه ديال واحد سميتو سايكفرد، خرجوا برا وبداو الحصه مع الاستاذ كارل سانتوري، جراو وداروا تراكسيون. المهم داكشي مخلط وكلمه عيت عيب تقولها هنا. الميكروب ديال يوهان مشى عند كارل وقال ليه بلي راه سايكفرد عاوتاني دار بيبي. كارل ما كيتفاهمش، قال لهم حبسوا كلشي غادي يحبس، وعيط لسايكفرد قال لي اجي انت لهنا وصيفطو يجيب الناموسيه ديالو، ما غاديش يعاود الهضره سايكفرد غيجري يجيبها ويجي. وقال لي حيد وعاود يعمر ليا بالماء، ولكن ما كانتش فيه. ومن اللي ما قدرش يدير بيبي في الليا عاقب الطلاب كلهم ينزلوا تراكسيون وما يحبسوا حتى سايكفرد يبلل ليا. تعصر حتى عيا ودارها اخيرا وطلب من الدراري باش يحبسوا وجرى على سايكفرد. من بعدها غادي يقراو على هتلر ويقريهم نظريه ديال داروين ويعلموهم يتيروا من السلاح وكيف يستخدموه. من بعد فريد كمل تدريب مع المدرب ديالو، والمدرب كان بطل الملاكمه، ولكن من بعد ولا كيخسر وكيتمنى الميداليه الذهبيه تجيبها المدرسه عاوتاني. فريد وهو راجع شاف سايكفرد دايرين ليه عقوبه، والاستاذ قال لي غير حي التعاطف والرحمه من قلبك. الدراري جاوهم بريات من عائلاتهم وحتى فريد جاته من امه وتمنات انه يكون ولدها بخير. ولكن البريخت كان صيفط لوالديه داكشي اللي كيكتب باش يشجعوه زعما كاينات، وهادشي اللي داروا. قالوا ليه تبارك الله عليك راك ناضي كنادي. غير هو البريخت كان متاكد بلي ما قراوهمش حيت كان حط واحد الشعره بالوراق ومازال كاينه ديك الشعره. فريد شفق عليه وخد المقاله منه باش يقراها، واستمر في التدريب شهور وبزاف ديال السيمانات اللي حسن فيها مهارته ولياقته البدنيه، وكملوا التدريبات العسكريه اللي في المدرسه. وجا النهار ديال الماتش وفريد غيفوز على اللي ضده بسهوله. ايزي بيزي يا عزيزي، كلشي تيصفق ليه حيت غيب الخصم وضربه بلا رحمه ولا شفقه. ولكن صاحبو البريخت ما فرحش حيت شاف صاحبو غادي للهاويه. ضابط كبير فرح بفريد وكبر به، فريد عجبو الحال. البريخت
سايخ تمشى عند فريد وحشى ليه الهضره ولا قاصح. نهار الاخر سايخ فرد عمر حوايجو وناموسيتو عاود ثاني. يوهان مشى عنده وقال ليه الا ما عطاش الفلوس غيبيع بيه. الحصه ديال اليوم غيعلمهم كيفاش يستخدموا النيدات. فريد غيقضي الغرض. واحد خونا جمد وعرق وطاحت ليه القنبوله. القضيه حامضه. كارل الاستاذ الشجاع واللي فيه الغوات بزاف وتشوفوا تقول هذا هو العصر والا فلا غيهرب. والدراري بقاو سايق فرات اللي كيبتزو يوهان وكيعمر حوايجو نقص على القنبوله بلا ما فكر ونعس عليها. والدراري بقاو حيين ولكن هو عقدهم وداروا ليه جنازه مناسبه ليه وعطاو وسام وهو ميت وشكروه. ولكن الدراري ما عجبهمش الحال وحاقدين على المدرب كار. نهار الاخر بقى تيخطب عليهم بلي راه خاص تكون عندهم فورمه والعضلات وطلب واحد منهم يجي يضربوا الكرشو. وتقدم البطل فريد وضرب بونيه شاعله فيها العافيه انتقاما لسايق فرات اللي مات. من بعد البريخت عرض على صاحبه فريد القصر ديالهم لانه با عنده عيد ميلاد ومشاو القصر وعجبه. وتعجب كيفاش والدين ديال البريخت كيتجاهلوه. وباه وقف ولدو ما خلاهش يقرا داكشي اللي كتب قدام الناس حيت كيجي هادشي اللي تيكتب القصائد ما خدامش للرجال وانما ديال العيالات. وكيتمنى ولدو يكون بحال فريد وطلب من فريد ينوض الدار مع ولدو في شي ماتش. ما بغاوش يطيحوا بجوج مع بعضياتهم ولكن حكروا عليهم الناس والاب ديال البريخت. فريد عارف راسو بلي راه غادي يكلخ البريخت والبريخت مرضاش واستفز فريد باش يدار. وفريد غادي يطيح البريخت بونية وحده. بعدها رجعوا يقراو ولكن البريخت ما بقاش حامل فريد وكيتجاهلو. جا المدير وقال لهم بلي راه القوات محتاجه الدعم ديال هاد المدرسه نابولا. الطلاب القدام غادي يتطوعوا. فواحد الليله بارده عيط لهم المدير وقال لهم شي مساجين سرقوا السلوحات وقتلوا ناس مدنيين وهربوا لواحد القريه قريبه من هنا. وبغاهم يستعدوا عطاو الدراري الاسلحه وامرهم الى شافوا السجناء يتيروا فيهم بلا ما يتردوا. وغادي نقسموهم لمجموعات. وحده من المجموعات جا فيها فريد والبريخت بجوج. بعد مده شافوا ناس هاربين فبداو كيتيروا عليهم بلا ما يفكروا لهم كاملين. ولكن من اللي قربوا الصدمه حيت المساجين غير دراري صغار ماشي بالغين. والبريخت قلبو بيض حاول يعتق واحد ولكن غيجي الميكروب ديال باه وقتلو قدامه وجرع على ولده. هما راجعين شافوا جنود كبار جمعوا المساجين وعدموهم. من بعد الغد ليه في القسم الاستاذ قال لهم اكتبوا انشاء وقال البريخت ينوض يقول داكشي اللي كتب داكشي في الاول كان هو هذاك. ولكن شويه بدا تيدوي على باه اللي قتل الدراري الصغار وغياخذوه للمكتب ديال المدير. وجباه وطلب منه يعتذر ولكن البريخت ما بغاش. وكعقاب ليه غي صيفطوا باه للجبهة الشرقية. عندهم ستاج اخر اللي هو يدخلوا فتحة في بحيرة متجمدة ويخرجوا من واحدة اخرى. داز فريد ونجح في العملية وملي جات نوبة ديال البريخت وفي نص الطريق حبس. وفريد كان تيلبس حوايجه وبان لي البريخت تعطل بزاف وعرفوا بلي راه بغى ينتحر وقلب عليه. والبريخت غيتوادع معاه وغرق في البحيرة. من بعد فريد كتب على البريخت وعطاه المدير ديالو اللي رفض ينشره في الجريدة على اساس ان داكشي اللي كتنشر في الجريدة فقط داكشي اللي خاص بالجنود اللي ماتوا تضحية للبلاد او لعائلاتهم او على قبور الرؤساء ديالهم. وصلت اخبار لعائلته امه بقات كتبكي ولكن با قال غير البريخت كان ضعيف وما بقاش فيه. المدرب ديال فريد طلب منه باش يفكر في المستقبل ديالو. هما اللي وصل لماتش النهائيات فريد حط جهدو كامل ومن الواضح كان هو اللي غادي يفوز. وغيشوف بات البريخت حاضر وكيبتسم بحال ما وقع والو لولده. الابتسامه ديال بات البريخت استفزاته استفزو خلى الخصم ديالو يفوز عليه. وبسبب هذا التمرد حيدو ليه اللبسه العسكريه ومن اللي جمع حوايجو جروا عليه من المدرسه وشد الطريق لدارهم. وحتى لهنا غادي يكون سال الفيلم ديال اليوم. انا زاري لايك وشير تصبح على خير.